مالك. ادي احمد حسن لعب الكرة عند عمرو زكي اللي مر ودخل جوه المنطقة، لكن كانت دفعة من فتح مبروك وبقت ضربة جزاء لمصلحة نادي الزمالك. جمهور الزمالك اقتحم ارض الملعب، جمهور الزمالك اقتحم ارض الملعب، وفي ضربة جزاء لمصلحة نادي الزمالك في الوقت ده جاي ينفذها احمد حسن، هو اللي واقف على تنفيذ ضربة الجزاء بالنسبة لنادي الزمالك. احمد حسن في مواجهة احمد سعد مباشرة، واحمد حسن يسجل الهدف الاول لنادي الزمالك في الدقيقة السابعة من عمر واحداث شوط اللقاء الاول. هدف لمصلحة نادي الزمالك، وادي هنا قدامنا المنظر باين والصورة واضحة، وهدف لمصلحة نادي الزمالك بيسجله احمد حسن في مرمى نادي اتحاد الشرطة. هدف في الدقيقة السابعة لنادي الزمالك عن طريق احمد حسن من ضربة جزاء بالتأكيد نادي الزمالك. كرة كانت اتلعبت بشكل متميز وكانت ضربة جزاء، وهتتلعب الكرة دلوقتي لمصلحة نادي اتحاد الشرطة، ولاعيبة الزمالك كلهم بيجروا على الجمهور وبيطلبوا منهم ان هم يغادروا بره ارض الملعب. واحمد سمير يعني يمكن كده بيتكلم على جمهور نادي الزمالك وبيطالبهم ان هم بيخرجوا، وبالفعل جمهور الزمالك بيسمع الكلام وبيغادر ارض الملعب في الوقت ده. 8 دقايق الزمالك بيتقدم بهدف من ركلة جزاء اللي سجله هو احمد حسن من ضربة جزاء بعد ما كان في اعاقة من فتح مبروك على عمرو زكي احتسبها حكم المباراة محمد فاروق، هدف وركلة جزاء لمصلحة نادي الزمالك. اهيا اعادة لتسديدة احمد حسن اللي ركن في زاوية حلوة قوي، واحمد سعد راح على الزاوية الشمال وقدر احمد حسن ان هو يحطها في المرمى. رضا العزب مع الكرة من اليمين بيحاول يعدي رضا، لكن في صفارة من يلعب على الارض. ادي التهاجمة وادي المحاولة وادي الكرة، سعيد كمال بالعرض ورأسية والتعادل لاتحاد الشرطة صلاح عاشور. يا سلام على المحاولة ويا سلام على الفرصة وعرضية ايجابية، يطلع صلاح عاشور يحطها براسه ترد من القائم ويبقى الهدف. ادي البينية وادي الكرة، نبص عرضية سعيد كمال رأسية من صلاح عاشور في قائم عبد الواحد وهدف التعادل. فعلا كل التحية لاتحاد الشرطة زي ما قال الكابتن زيزو في شوط اللقاء الاول، ورأسية من صلاح عاشور يبقى التعادل لمصلحة اتحاد الشرطة. على فكرة في سجدة له صلاح عاشور اهيا، وادي الرأسية والكرة في المرمى، كرة في المرمى. ترجع مرة تانية الزمالك بالتأكيد، طبعا قلت الكلام ده في الشوط الاول وكمل عليا الكابتن خالد بيومي، لعبت الزمالك فقدت التركيز، وسبب فقدان التركيز القلة اللي دخلت لأرض الملعب. تتلعب عمر جابر إبراهيم صلاح عند عمرو زكي لعمر جابر مرة تانية، حكم المباراة بيدي أدفانتج وصفارة وخطأ لمصلحة نادي الزمالك. داخل يضحك بين الشوطين، حلمي طولان داخل يضحك أهي، مستني رضا العزب اللي عمل له اوفر لاب كويس، لكن سعيد كمال هنا البينيه، معروف يوسف راح معروف بيسدد والتاني لاتحاد الشرطه، ومعروف يوسف بيرد المعروف لاتحاد الشرطه وبيسجل الهدف التاني من بينيه سعيد كمال في ظل غياب لدفاع نادي الزمالك. معروف يوسف يروح انفراد بمواجهه عبد الواحد ويسجل الهدف التاني لاتحاد الشرطه. قلت لكم وكررت كلمتي، ومعروف يوسف بيسجل هون الهدف الثاني لمصلحة اتحاد الشرطة. معروف يوسف 2-1 لاتحاد الشرطة، وفي الدقيقة 57 النيجيري معروف يوسف بيسجل، راح انفراد خد مكان سعيد كمال، محدش كان مكمل معاه، لكن ادي هنا معروف هو اللي راح وركن على يمين عبد الواحد السيد، والمباراه تبدا كده تصعب على الزمالك. عمر جابر يفتح من اليمين عند احمد سمير، عدى وبيحاول لكن الكره موجوده وخطا وضربه حره لمصر.